العميد محمد مرجان المدير التنفيذي. اهلا بك يا سياده العميد. الله يخليك استاذ ابراهيم، مساء الخير يا فندم. مساء الخير وتحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. طبعا مساء الخير يا كابتن عادل، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك يا استاذ مرجان. قول يا سياده العميد، ايه الترتيبات بكره بالظبط؟ هو طبعا ان شاء الله باذن الله، يعني بكره باذن الله هي ذكرى لاحياء البطولات. ذكرى ما حدش يقدر ينساها، ولادنا في القلب دايما وجمهورنا في قلوبنا دايما. وان شاء الله باذن الله في ترتيبات بكره، دي هتبقى ثاني الترتيب الثاني على التوالي في عهد مجلس كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، اللي دايما بيصر اللي هو يشارك في احياء الذكرى، لانها زي ما بقول لحضرتك احياء للبطولات. بكره ان شاء الله باذن الله مجلس الاداره برئاسه كابتن محمود هيبقى موجود لوضع اكليل الظهور على النسخ التذكاري، وبمشاركه الجهاز الفني لكره القدم، المدير الفني كابتن نصرتي وكابتن سارة حفيظ مدير الجهاز، وكابتن حسام عاشور كابتن فريق كره القدم النادي الاهلي الدرجه الاولى الفريق الاول. وفي نفس الوقت برضه النشاط الرياضي هيبقى كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، ومعاه الاجهزه الفنيه وكباتن الفرق الرياضيه الالعاب الجماعيه والفرديه سواء رجال او سيدات، ان شاء الله باذن الله لوضع اكليل الظهور على نصب التذكاري ان شاء الله. ومجلس الاداره قرر اللي هو بيفتح بابه النادي على مستوى الثلاث فروع، مش مقر الجزيره بس، الاقرب لذوي واسر ال شهدائنا وابنائنا اللي هم يكونوا متواجدين ثلاث فروع لقضاء اليوم بكره مع اعضاء النادي الاهلي ومع فرق النادي الاهلي. يعني ان شاء الله باذن الله هو احنا بنرجع نقول ثاني، هو احياء للبطولات في اهم حاجه، بنقول دايما ان كل بطوله للنادي الاهلي بنديها لجماهيرنا وبنديها لاولادنا اللي هم دايما ورا النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله دايما هم في قلوبنا ما ننساهمش ابدا باذن الله. المراسم تبدا بكره الساعه كام يا سياده العميد؟ بداية 9 صباحا ان شاء الله باذن الله وجود مجلس الاداره والفرق الرياضيه. الساعه 10 صباحا بنستقبل اسر شهدائنا في الثلاث فروع على مستوى الثلاث فروع. يعني استقبال الاسر اللي اي حد عنده ظروف تقدر تخليه يروح مدينه نصر، يروح الشيخ زايد، يجي الجزيره، متاح ليه في اي فرع. متاح ليه في اي فرع يقضي اليوم، يبقى موجود في وسط اعضاء النادي الاهلي، في وسط يعني اخواته، في وسط ولاده، كل دول جماهيرنا وكلنا النادي الاهلي كله وجماهيره واعضائه وادارته كله حاجه واحده. ربنا يقويكم وربنا يصبرهم، والحقيقه يعني هم اخواتنا وشهدائنا وحبايبنا. يا رب دايما ويحسبهم عند ربنا سبحانه وتعالى شهداء، واحنا يعني على طول موجودين. وطبعا هو جمهورنا كابتن عادل انت عارف يعني هو اساس البطولات، وده احنا بنعلم ولادنا اللي انت كل بطوله بتكسبها بتهديها دايما لجمهورك، تقول البطوله بتكسبها هو ده الاهداء الحقيقي واحياء الذكرى الحقيقيه بحظ البطولات للنادي الاهلي. سياده العميد، يمكن على ذكر الجمهور برضه ودوره مع النادي، في مبادرة مهمة من الكابتن محمود الخطيب في زيارته لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في المطالبة بزيادة عدد الجماهير المسموح بها في مباريات الأهلي، 10,000 في المباريات المحلية، على أن تكون في المباريات الأفريقية سواء مباريات الأهلي أو مباريات بقية الفرق اللي بتشارك أفريقيا في الساعة الكاملة للإستاد حسب ما هو مسموح به. تفاصيل ده إيه؟ تمام. هو طبعا يعني الكابتن محمود ومجلس الاداره يعني من اول يوم واخدين على عاتقهم عوده الجماهير المدرجات وعوده الجماهير بالشكل فعلا الحقيقي للمدرجات. فعشان كده النهارده احنا كان النادي الاهلي رفض التمييز بين الجماهير، رفض اللي يكون فيه وجود فقط اعضاء جمعيه عموميه. فالكابتن محمود بيسعى في كل مكان لغايه ما وصلنا لل 5,000 اللي هو كان الاجتماع اللي اتحدد فيه 5,000 مشجع لتشجيع الفريق المنظم في المدرجات، وتوزيعاتهم اللي هو 3,000 للجمهور و1,500 لوزاره الشباب والرياضه و500 لفريق الضيف. طبعا احنا الفتره اللي فاتت الحمد لله الوجود في الملاعب كان شكل كويس، حتى لو كان في سلبيات الحمد لله احنا يعني في ممكن بتعدي، لان الحمد لله كلها حاجات بنعالجها كويس، في بيانات وفي مجهود اعلامي بيحصل سواء في قناه الاهلي من وفي تجاوب، وده المهم من الجمهور، وفي وعي من جماهيرنا كويس قوي اللي هم ما بينجروش في الفتن اللي بتحصل زي ما انت شايف كابتن عادل يا استاذ ابراهيم، اللي هم بيحاولوا يجروا جمهور النادي الاهلي، لكن جمهور النادي الاهلي واعي جدا جدا، لان جمهور النادي الاهلي عنده يعني عازم اللي هو يكون في ظهر ادارته وفي ظهر فرقه وفي ظهر الفريق الكوره في مشواره الافريقي ان شاء الله لغايه الحصول على البطوله. فما حدش بيخرج عن النص الحمد لله الفتره اللي فاتت، واحنا دايما بنناشد
جماهيرنا بمحدش خروج عن النص والامتثال للوائح والقوانين زي الاداره، اداره نادي الثلج دايما اللوائح وعندها ثقه كامله في القانون المصري، ثقه كامله في مؤسسات الدوله اللي هي بتنصر الحق دايما وبتنصر الاخلاق. فعشان كده بنقول لجماهيرنا يعني زي ما ادارتنا ماشيه في اتجاه الالتزام باللوائح والقوانين نفس القصه، جمهورنا بيلتزم في المدرجات بالتشجيع لفرقته فقط لا غير، ما بنتطرقش لاي خروج عن النص. وده عشان كده اللي شجع رئيس النادي دايما او وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي برضه من الناس المتحمسه جدا لعوده الجماهير، وخصوصا ان احنا داخلين على بطوله افريقيا باذن الله كاس الامم الافريقيه في مصر، فكل ده بيشجع اللي انت عوده الجمهور بالشكل المناسب والشكل الحقيقي فعلا. مش بنقول اصل هنودي اعضاء جمعيه عموميه او لا، احنا بنقول الجمهور الحقيقي اللي مكانه في المدرجات، الجمهور اللي بينام في الشارع عشان يشتري تذكره مباراه، الجمهور اللي بيبقى ورا فرقته في كل مكان، هو ده الجمهور الحقيقي للفرق اللي فعلا بيلهم حماس اللاعبين وبيحقق البطولات. فعشان كده كان في زياره امبارح في مشاورات من رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واتفقوا اللي هيبقى فيه ان شاء الله الفتره اللي جايه بالتنسيق مع الجهات الامنيه، وخصوصا الفتره اللي فاتت فيها التزام، انت عندك بطوله عربيه شغاله في استاد القاهره، الجماهير النادي الاهلي بتخش بتساند فرقتها الكره الطايره سيدات، والحمد لله رب العالمين ان شاء الله ربنا يتمها بالخير. عندنا مباراه بكره ان شاء الله ببرج يوم السبت ان شاء الله ببرج العرب، التذاكر تكاد نفذت، واحنا فاتحين منفذ اسكندريه بكره تاني لان تذاكر اسكندريه نفذت، فاحنا فاتحين اللي هم 10,000 تذكره ساتر العميد، 12,000 تذكره وهنبعت لهم بكره اسكندريه برضو تاني 1000 تذكره، لان تذاكر مخصصه لمنفذ اسكندريه خلصت فهنبعت لهم بكره تاني. فالحمد لله رب العالمين 12,000 تذكره يعني على وشك النفاذ، والمباراه يوم السبت ان شاء الله، فده جمهور النادي الاهلي الحقيقي. فعشان كده احنا بنسعى في كل اتجاه، رئيس النادي الاهلي بيسعى في كل اتجاه لعوده الجماهير بالشكل المناسب، وفي نفس الوقت على جماهيرنا طبعا الوعي الكامل اللي ما ينفقوش او يخرجوا عن النص، فيبقى في حجه تاني اللي احنا نمنع الجمهور. يعني احنا احوج ما يكون النادي الاهلي لجمهوره، وجمهور يجب انه يكمل على الوعي اللي هو ماشي بيه، ان ما حدش يعني ياخذ عليه اي ماخذ يحرمنا منه تاني. وباذن الله المباراه تكون تشهد سلوك جماهيري رائع بيقدمه جمهور الاهلي كالعاده كنموذج ورياده يعني. ان شاء الله باذن الله، وفي تعاون الحمد لله من الامن الاداري للنادي الاهلي هو اللي بيقابل الجمهور، وفي برضه تعاون يعني الحمد لله على مستوى عالي سواء من مديريه امن اسكندريه، بصراحه يعني الناس بتبذل مجهود فوق العاده عشان خاطر برضه بتساعد جماهيرنا وهي بتدخل مدرجاتنا. وفي الاول وفي الاخر عايزين نرجع برضه دايما الجمهور لازم في اولادنا لازم يبقى حاطين في دماغهم حاجه واحده فقط، اللي دايما احنا بنات الامن دايما اهم حاجه سلامه الجمهور يدخل المدرجات وبيخرج من المدرجات بالشكل اللائق. اهم حاجه المؤسسات الدوله لازم يكون لها احترام، لان هو ده احنا بنمثل مصر كلنا النهارده، العيون كلها علينا. جمهور النادي الاهلي لازم يكون واعي لهذا الكلام، ما بنديش لفرصه لحد يخش، الناس اللي بتخش مندسه او بيحاول يخرج جمهور النادي الاهلي عن النطاق، لا خلينا ورا فرقتنا ان شاء الله، وما ننطقش لاي حاجه خارجه عن اللوائح المنظمه. احنا بنثمن وندعم كل كلمه قلتها بكل المعاني اللي انت قلتها، لان مصلحتنا مصلحه مصر ومصلحه جماهيرنا مصلحه النادي الاهلي الالتزام بكل ما تفضلت بسرده، وباذن الله نقدم نموذج رائع يدعو الى تحقيق مبادره الكابتن محمود الخطيب اللي هو بيقول خلوا البطولات الافريقيه بكامل السعه وافتحوا لنا على الاقل 70% في الماتشات المحليه. ان شاء الله. شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي.